وهلا حديث البلد مع فلا. بحديث البلد وباللوك الجديد. ميرسي. كيف كثير حلو اللوك. روعة. يعني روعة. كيفك انت والطرب ماتر؟ كيف اهم شيء عندي الطرب بقى اليوم، يعني ام كلثوم قصه عندي اليوم، ملكه الطرب قاعده. بس بالحديث فلا هي مطربه في الطرب. شكرا كثير. وحقول لك وانام واصحى على ابتسامتك بتقول يا عين الله، اسمعها غنوه، اسمعها غنوه بتقول لي حبي ما ينتهي ما ينتيش، خليني تراك جنبك، خليني في حضن قلبك، خليني وسيبني أحلام، سيبني وسيبني أحلام، سيبني يا ريت زمان. الليلة الهيئة معك ما بدنا نصحى، بدنا نضلنا سكرانين بصوتك وبأدائك وبجمالية هالطرب اللي عم تقدميه. وبجمالك وبعيونك. طبعا بديها لمدام برناديت. مدام برناديت طبعا بهديها لك انت. شكرا. ويا رب يخليكم لبعض، يخلي شكرا. كل العشاق قلب واحد يا رب. خليكي يا رب. انت مطربة عازفة موسيقى وملحنة جزائرية وصاحبة احد اجمل الاصوات بالعالم العربي، غنيتي على اهم المسارح بالعالم وتعاونتي مع عمالقة الفن العربي. فلا اوقات كثير بتغيبي عن الساحة ونحن بنشتاق لك وبنقول وين فلا، وين هالغطسات يعني بيكونوا؟ الحقيقة انه انا موجودة ودائما متواجدة ودائما مجتهدة، لكن هنالك بعض من يعملوا لي عراقل بحيث انه يعطلوني شويه بشويه تجريس بشويه محاكم بشويه عشان يبعدوك شوي عنك. يبعدوني شويه. يعني بنعرف انه صار في اشياء معك قبل ورح نحكي عنها مؤخرا كمان. لا مؤخرا الحمد لله، يعني صرت جو برون لو تورو بار لي كورن وبمشي دائما كيمشي الطور بقرونه. ايوه وبمشي دايما بمعنى انه مصممه وماشي. كلا قبل ما نكفي سوا خلينا نحن وإميل رحمه نتذكر اجمل اغنياتك بهالميوزك ستوري. ولا حتى ثانيه انا حبك هستنى معاك، ولا مره ثانيه يرضى قلبي يجرحني هواك، مش هشتاق لك ولا ندمان معلي بعصرك يترك بيا انا من
كان علي بالراحة يا أهل الأوى وهو نسيت الراحة بليل النوى بتعتبري حالك عرابة انطلاقة راغب علامة، ليش؟ ايوه فعلا، لانه لما كنت في لندن عشت 8 سنين في لندن، فتعرفت عليه هناك، وكانت الشاعرة السعودية ريم البوادي وعبد الرب ادريس اللي بوجه لهم تحية، عملوا لي ودانا ودانا حبيبي مثل ريم الفلا حبيبي. ففعلا سمعها راغب علامة، وبعد ما كنت أنا حغنيها بصوتي فهو غناها، ومن أروع ما يكون. بوجه له تحية لراغب علامة كمان. صح. حبيبي مثل ريم الفلا حبيبي مثل ريم الفلا يشكي من ويغار الحلا ويغار الحلا يشكي من نسيت. كلها تزوجت بعمر 16 سنة، زواج تقليدي بدون حب، نتج عنه بنت وحيدة اسمها سكينة. نعم. الله يخليها. وهالزواج ما دام، وبنتك ربيت مع والدتك، وبعمر 23 سنة تقريبا رجعت تزوجتي للمرة الثانية من رجل كويتي، وبتقولي انه كان بالنسبة لك فارس الأحلام، بس كمان. نعم. علاقتكم ما كفت بسبب حبك للغنى وحبك للفن. نعم. اليوم معقول ترجع تتزوجي مرة ثالثة تكون ثالثة ثابتة؟ ممكن، ما بعرف شو المستخبي، بس ما أنا في دهني إني أرتبط مع رجل أبداً. مش هلأ، مش ببالك أبداً، مش واردة أبداً. فولا بتقولي إنه الملحن الكبير بليغ حمدي اللي تعرفت عليه بعد طلاقه من الفنانة وردة الجزائرية تبناك فنياً، بس انطلاقتك بمصر اهتزت سنة 91 بعد ما تلفقت لك قضية أداب دفعت ثمنها غالي. والملفت إنه هالقضية رجعت تتحركت من حوالي الأربعة أشهر وتم ترحيلك. أنا ما بحب أتكلم عن هذه قضية ما قضية، لأنه إجمالاً دايماً يقولوا قضية، خاصة. نعم. في الوقت الحالي، عفوا. نعم. انا بقطع، ما انا انا اللي عم جيب السيره هلا، لانه رجعت تحركت، بس بعدك لليوم بتخافي تقولي مين كانوا داخلين بهالقضيه. بالتاكيد انه اللي بده يكون عمل هيك بيكون حدا مزعوج من صوتي فقط لا غير، مزعوج من صوتي فقط لا غير. وهالقد واصل، هالقد واصل قادر. اكيد. مين واصلين غير الناس اللي مربعين على الكب، والحمد لله ما عملوا ليش قضيه مخدرات مثلا فيها اعدام او فيها تابيده، ولا قضيه مثلا، ولا سوزان تميم الله يرحمها، ولا ذكرى محمد اللي اندبحوا بليغ حمدي مسكين في عز
في عز ما هو عمل وحشتيني يا مصر، عملوا له قضية كمان يعني، قضية السيدة اللي انتحرت من طبعاً من شقته يعني. الأستاذ، أنا بقول أستاذ محامي نعم، لأنه عم نحكي في في يفترض أنه القانون قانون فرنسي نعم، بس القانون الفرنسي ما عم بيطبق، ممنوع يعني، مش من حق أحد وحدة راحت ثلاثة شهور في بلد لتسجل من استوديو، رحت لباريس رجعت للندن ما خبطوا عليا وقالوا لي في قنبله في الطياره اللي جيتي فيها، بس نستدعي كل الركاب، ومن يومها ما لا اهلي عارفين فين انا يعني. القاضي ثلاث سنين حكم عليا منين تودي على فين، ما فيش اي يعني فوضى من هيدي حقوق الانسان يعني، جمعيه حقوق الانسان حكمت توقفت من بيتي، من بيتي ثلاث سنين. القاضي اللي حكم عليا أدى استقالته لأنه قال لي والله العظيم إن أنا واثق من براءتك وتأيد الحكم، وبعد ما طلع لي وتم استدعائك على أساس في قنبلة بالطيارة، على أساس إنه في قنبلة في الطيارة. لا طبعا، وإزاي هذا يعتبر استدراج غير مقبول، هذا قانونيا ما بيصير هيدا. لا لا، الاستدراج ممنوع، لا تستدرج. يعني عادة بيكون واحد في مذكرة توقيف وبيقولوا له أنت موقف بالقضية الفلان، يعني بتكون بشكل واضح إذا يعني كان بالنهار وشنطي لسه ما فتحتهاش وفتح الباب وإجوا قالوا إيه ما تخاف، مش مدام فلة ما تخافيش، إحنا جايين بس كل الركاب نستدعيهم. وبعدين القضية طلعت إيه، قضية تليفون، قضية مكالمة تليفون. هل يحق هذا قضية مكالمة تليفون؟ أنت تحول لأدب لقضية ما بقدر جاوب لأنه بدي قضية لا التليفون، إنه في يكون قضية تليفون تتحول لقضية أدب؟ شو ما حصل على لا المكالمة؟ ممنوع أصلاً، ممنوع التنصت، ممنوع ترفض يعني. فلذلك أنا كثير حكيت في هالقضية وأتمنى أني يعني كثير تعبتني يعني، نفهم عقلت لي كثير أشياء في حياتي، فمنيح أنه يعني بتتوضح. وأتمنى أنه آخر مرة بحكي في هالقضية لأنه كثير يعني من 20 سنة، ورجعت عن ضيافة مهرجان القاهرة عبر الأوبرا نعم، لقيت يعني من هيدا الكلام من 3 شهور لقيت نفسي موقفة ممنوعة أدخل مصر. هلا 20 يعني سنة عدت عليها القضية. شو بتعتقد اليوم اللي حركها؟ في تيليكوموند، تيليكوموند بعدها معهم، بعدها في ريموت كنترول. ايه ريموت كنترول بعده معهم. وحشاني يا مصر ورجعت تاني اشوف ناسك، يا مصر يا بلد البواويل، انا لسه فاكرة وضعت صوتك مؤخرا على أغنية بعنوان ضيعتني من كلمات الشاعرة سارة الهاجري، ألحانك أنت وتوزيع توني سابا، وبتقولي أنه بهالأغنية رح تكملي بطرح قضايا المرأة العربية اللي سبق وبدأت فيه بأغنية أرجوك ابعد مع الهاجري كمان. فلا مشاريعك كثير بهالفتره، رح تشاركي ب 27 اذار الحالي بمهرجان الاغنيه بالدار البيضاء بالمغرب، رح تطلقي اغنيه خاصه لتشجيع المنتخب اللبناني لكره القدم، ونحن بانتظار البوم بيست اوف فلا اللي رح تجددي فيه قسم من اعمالك القديمه بالاضافه لاطلاقك عدد من الاغاني الجديده. فينا نسمع منك الليله كيف رح تشجعي المنتخب اللبناني؟ طبعا الأغنية اسمها Let's do it again Lebanon. Let's do it again Lebanon. Yeah. Whoa, whoa, let's do it again Lebanon. Ta-ra-ra. Tio Booker, Tio Booker. Let's do it again Lebanon. Ta-ra-ra. Yalla yalla, yalla yalla. بعد كمان كمان Lebanon. ولازم نكون متفائلين، لازم تكون متفائلين. فلا بما انه باغانيك الجديده فيها عنفوانه فيها دعوه لعيش اللحظه يعني، وخلص نطوي الماضي ونعيش اللحظه، فلا الجزائريه وانترفيو اللحظه.
اللحظة اللي ما بتنسيها بحياتك؟ لا كلهم حلوين. لحظة لما اللي ما انساهاش بحياتي هما كتار الحمد لله، لكن اللي ما بنساهاش دايما أخذ البوزيتيف هو جلستي مع بابا الله يرحمه. الله يرحمه. اللحظة اللي بتقولي يا ريت في الغية من حياتي؟ أني رحت لمصر بدون ما يكون معايا حدا أو محامي كبير أو هذا ما بقت تتكرر. كان لازم تاخذي محامي لبناني معك يا حياتي. عم بيسنسر لحاله، عم بيسنسر لحاله. لا لا مش أنا، لأنه مني أب تو ديت. المحامين الكبار اللبنانيين بوجه مشهورين، مش نحن. اللحظة اللي بتتمنى إنه ما تجي، مش معقول ما تجي، اللي بتتمنى إنه ما تجي ما يعني ترجع، ما تصير، ما تصير. لحظة مثلا القصف الغشيم لما كنت هون. نعم. ان شاء الله عمري ما حضر ما تتكرر ولا يعني. ولا الشعب اللبناني يحضر هيك مواقف يا رب. بهاللحظة شو حاسة؟ حاسة شيء يعني، حاسة شوية بخوف لأنه لما أتكلم في أشياء حزينة في حياتي هيك، بس حاسة بسعادة لأني بوشي قمر زي القمر. تسلمي، أنت القمر. شكرا كلها. على كل حال فل أحلام مستغانمة بلدياتك، يعني بتقول أوقات لما نحكي عن الأشياء أو نكتب الأشياء بنكون عم نمحيها من ذاكرتنا أو عم نتخلص منها، فعلى أمل أنه تخلصي من هيدا الموضوع بشكل نهائي. نحن ما بدي إياك تخافي، نحن هون من حديث البلد، بدنا دائما الفلة المتفائلة اللي عم تنظر للحياة مثل ما بتقول غنيتك إن شاء الله الأخيرة. يا رب. ساندرين على كارتك فلة؟ يا رب. أنا عملت ليزنج، I don't need it يعني. اليوم يصادف اليوم العالمي للمرأة، قودي تظاهرة مع الفتيات الموجودات في الجمهور دفاعا عن حقوق المرأة. يلا يا صبايا، يلا يا صبايا. سالو قربوا معك. نعم نعم لانتخاب نعم نعم لانتخاب المرأة إلى الرئاسيات. نعم نعم لانتخاب المرأة للرئاسيات. نعم 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 إلى المرأة للرئاسيات. نعم إلى المرأة للطيران. نعم إلى المرأة للرئاسيات.